معكم الدكتور سند فؤاد محمد، قسم التصميم، كلية فنون جميلة، جامعة بابل. في البداية أشكر كل القائمين على هذا البرنامج، هذه المحاضرة، وأشكر رئاسة جامعة بابل لما تعطي أهمية للمحاضرات الفيديوية، وهي وسيلة متطورة عالميا، وسيلة معرفية مجانية تعطى للمتلقي وتعطى للطالب. فشكرا لكل القائمين على هذا التكوين. تكلمنا سابقا أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلبة، أعزائي من كل مكان، وكل المستفيدين لهذه المحاضرة. تكلمنا عن التصميم الطوعي، تكلمنا عن هذا التكوين المهم الذي نتعايش معه يوميا من خلال الشعار، من خلال الملصق، من خلال الإعلام، من خلال المنتجات التي نراها في كل مكان. هذه المنتجات التي تعلن عنها من خلال هذا الفن، هذا الفن الجميل والرائع والذي له تاريخ وباع طويل في عالمنا. بدأت من بلاد وادي الرافدين وانتهت في أوروبا، ولا نقصد انتهت، وإنما متجدد دائما من خلال التغير والتطور التكنولوجي الذي يحصل في العالم. في الحقيقة هذا التطور الواسع الذي يحدث في العالم من خلال عصر النهضة ومن خلال العصور المتقدمة الأخرى، أعطت لهذا التكوين أو هذا الخطاب المعرفي باع طويل من عملية النهوض الحضاري والتكويني، لما يدر من مبالغ كبيرة وما يدر من معرفة كبيرة بالمنتجات الموجودة. وأيضا استطاع أن يأخذ شريحة واسعة، أعطت شريحة واسعة من الأعمال الفنية في هذا العمل، حيث قتلت البطالة وأعطت جانب مهم من جوانب العمالة البشرية في ذلك التكوين. اليوم نكمل هذه المحاضرة، هي مكملة للمحاضرات السابقة الأولى والثانية التي تكلمت عن نبذة تاريخية عن فن التصميم الطباعي، ذلك الفن الذي يحوي العديد العديد من الإنجازات الحضارية في هذا التكوين. في الحقيقة في عام 1846 اخترع الأمريكي ريتشارد هيرو آلة الطباعة الدوارة التي تم من فعلها توصيل حروف الطباعة باستخدام اسطوانة دوارة، ثم استعملت اسطوانة أخرى لتثبيت الطباعة، ووصلت سرعة تلك الآلة إلى 8000 صفحة في الساعة. تكلمنا عن التطور، وتكلمنا عن أهم الاختراع، وتكلمنا آخرا عن اختراع آلة الأوفسيت، هذه الآلة العملاقة التي استخدمت في آلة اسطوانية تعمل عمل التكوين الدائري، هذا التكوين الاسطواني الذي تكون فيه السرعة في عملية الطباعة، حيث وصلت في الساعة الواحدة 8000 نسخة. في 1863 اخترع ويليام بلوك آلة لطباعة الصحف ذات تغذية ذاتية من الورق الملفوف على بكرات، الأمر الذي زاد من سرعة وكفاءة عالية. وفي 1871 طور إتشارد مارش هذه الآلة لتنتج 8000 نسخة في صفحة في الساعة. في الحقيقة من 1846 إلى 1871 فترة زمنية ليست طويلة، ولكنها طويلة في عملية التطور، حيث كانت في 1846 8000 نسخة في الساعة، في 1871 أصبحت 18000 نسخة في الساعة، أي معدل 10000 نسخة. إذا من هذا نتعلم ونتعرف على السرعة الفائقة في عملية التطور. وبعد سنوات عدة استطاع تولبريف لانسترونغ اختراع آلة لجمع الحروف المستقلة تتألف من وحدتين رئيسيتين، هما وحدة لوح المفاتيح ووحدة صب الحروف. نقصد بوحدة لوحة المفاتيح
وهي شبيه بآلة الطابعة، وكما موجود في الصورة الموضحة أعلاه. والجانب الآخر هو وحدة صب الحروف، أي وحدة تكوين الحروف. ثم قام الأمريكان ماكس ويرس يجي باختراع شاشة التلوين النصفي، الأمر الذي مهد الطريق أمام ازدهار طباعة الصور في مختلف المواد. في الحقيقة هذا التطور الذي شهدته عملية الطباعة احتاج إلى إحداث نقلة نوعية من خلال الاستخدام الفعال للصورة. هذه الصورة التي لعبت كبيرة في عملية التكوين والتكنولوجيا، حيث أعطت دورا في تطوير تصميم الطباعة في بداية القرن العشرين. في الحقيقة هذه الفترة التي تكلمنا عنها هي فترة القرن التاسع عشر، شهد تطور واسع. أما في القرن العشرين شهد تطور واسع في عملية التصوير الفوتوغرافي، حيث كان في السابق فقط كتابة، أما في القرن العشرين أصبحت هناك كتابة وهناك صورة فوتوغرافية. وتقنية الطباعة ساعدت في الكثير من المصممين على تطوير مفاهيم كثيرة في التصميم الطباعي. لكن الثورة الأهم في مجال التصميم الطباعي كانت عندما دخل الكمبيوتر ذلك المجال، ونقصد في ذلك المجال في عام 1980، وعن طريق العمل المتواصل والمنافسة الكبيرة بين شركات التكنولوجيا تم إنتاج شركة أبل ميركس، والذي تميز بسعره الأقل من الأجهزة الأخرى وسهولة استخدامه، فأصبح كثير من الناس يستعملونه في البيوت لإنتاج المواد المطبوعة البسيطة. في الحقيقة هذه الانتقالة في 1980 ميلادية هي انتقالة كبيرة ومتطورة، حيث أصبحت هناك عملية طباعة جديدة، طباعة ممكن أن تكون هذه الطباعة متداولة في كل مكان. أي سابقاً كانت الطباعة موجودة في المطابع ومن ثم في تنتشر في المكتبات، أصبحت الآن الطباعة عن طريق الحاسوب الكمبيوتر في 1980، حيث أصبحت هناك طابعات في كل مكان، في كل بيت، في كل مكتب، في كل مجال ممكن أن يستفاد منه المرء، وفي مواد بسيطة وأسعار بسيطة. وفي عقد الثمانينات وفضل تطور مفهوم النشر المكتبي الذي دوره غير جميع المفاهيم الخاصة بالتصميم والطباعة في العلم كله، وبذلك السرد التاريخي السريع. هذا التطور الذي أصبح في عالمنا هو تطور مدروس وملحوظ، حيث بدأ منذ القدم وأصبح من خلال فترات زمنية متقدمة في حقب تطور فيه آلة الطباعة، وأصبحت هذه الآلة آلة مهمة في عملية تقنية، أصبحت متطورة حيث وصلت إلى آلة الأوفسيت، ومن ثم آلة الأوفسيت تطورت إلى أن أصبحت آلة طباعية ممكن أن تكون موجودة في المطبعة، في المكتب، في البيت، تستخدم عن طريق الحاسوب أو جهاز الكمبيوتر. أعزائي المشاهدين، من خلال هذا السرد التاريخي السريع والمختصر نلاحظ أن التطور في جانب التصميم الطباعي بحق كان من أهم أحداث القرن العشرين، واليوم نجد الكثير من المفاهيم الجديدة الخاصة بالتصميم الطباعي، إذ أصبح هذا المجال علماً قائماً بحد ذاته يدرس في الكثير من الجامعات العالمية نظراً لتزايد الطلب عليه ودخوله كافة مجالات الحياة الإنسانية. في الحقيقة كان في السابق يدرس هذا العلم، لم يدرس هذا العلم، ولكن من خلال الحاجة إلى هذا العلم، الحاجة إلى هذه التكنولوجيا، أصبحت مادة أساسية في العديد من الجامعات والكليات، حيث أنشئت الأقسام العلمية الخاصة بفن التصميم الطباعي، ومن ثم أصبح هناك رواج عالي من قبل الطلبة كي يدرسوا ويبتكروا هذا الجانب من جانب العلوم، حيث برز من بين اهتمام بذلك التكوين الاكتشاف، هناك كفن بأن إنتاج
الكتاب بالحروف الطباعية مع استخدام التنويع الفني وهما الفرنسيان كلود وجاكوب، وكان هذا الدخول الجديد للعناصر الفنية كفيلا بإحداث تطورات مهمة أخرى على صعيد الطباعة التي وجدت التصميم الطباعي فيها خيط قنوات وتلبية رغبات. فقد كانت الملصقات التي تعمل عملا من أعمال التصميم الطباعي معروفة تشكل مسارا آخر يدور في التاريخ العميق منذ أقدم النماذج الطباعية التي تعود إلى ويليام عام 1477 في لندن، ذلك المعقد الكبير الذي أدى بالملصق إلى أن يأخذ خطوات سريعة في مجال التقنية، خاصة كان الليثوغراف الذي يمثل أحد منتجات الثورة الصناعية قد ساعد في طباعة الملصقات الملونة بسهولة وبكلفة قليلة، وكان يرسم تصميماته بشكل مباشر على حجر الطباعة وهي ذات ألوان متألقة وخلفيات زينة. في الحقيقة يعني أود أن أعطي نبذة عن الملصق. الملصق هو أحد عناصر الإعلام ولكن مختزل بصورة أكثر من الإعلام. الإعلان يحتوي على العديد من الرؤى، العديد من التفاصيل عن الشيء المعلن، ولكن الملصق هو مختزل للإعلان، مختزل لذلك التكوين الذي يتحاكم مع كافة طبقات المجتمع، كافة تكوينات المجتمع بشكل بسيط، يعلق أو يلصق على الجدار ويكون وسيلة اتصال ما بين المصمم والمنتج والمتلقي، لكي يتعرف المتلقي على أهم ما موجود في فلك حياته من منتجات، من تكوينات، من كافة وسائل الحياة التي يحتاج المتلقي لكي يتعرف عليها، وهو مثل ما قلنا جزء من جزء الإعلان أو علم الإعلام. في الحقيقة كما موضح في الصورة أعلى هي آلة الأوفسية الحديثة المتطورة التي ظهرت في القرن العشرين وبدأت تتطور إلى أشكال متطورة أكثر ومختزلة أكثر، استخدم من خلاله الصورة والكتابة، ومن خلاله استخدم الألوان. في البداية كانت 4 ألوان ومن ثم الآن أصبحت 32 لون. هذه الألوان تخلط فيما بينها لتولد أشكالا وألوانا جميلة. في الحقيقة الحديث عن التطور أو الحديث عن الرؤية الأيديولوجية في عملية الطباعة هي عملية متطورة، عملية شيقة، والحديث عنها طويلة. استطعنا من خلال 3 محاضرات أن نتعرف على نبذة سريعة وتاريخية عن أهم تكوينات هذا العلم وتطوره ووصوله إلى القرن العشرين، مرورا بالقرن التاسع عشر الذي شهد عمليات تطور واسعة، ومن ثم انتقاله إلى عمليات تطور أكثر تطورا من خلال استخدام الصورة الفوتوغرافية في القرن العشرين واستخدام الألوان في عمليات الطباعة. أشكر كل القائمين على هذه المحاضرة، أشكر كل من ساعدنا في تقديم هذه المحاضرة من كادر متكامل في جامعة بابل. كان معكم في هذه المحاضرة من جامعة بابل كلية الإنجنيرية قسم التصميم والفرع الطباعي دور سنة فاضل. شكرا لكم وإلى اللقاء، متمنين لكم الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا لكم.